اهلا بكم في قناة خرطبيطة اليوتيوب. تعالوا كده نشوف جوزيه قال ايه عن محمد صلاح وانضمامه للاهلي، وهل تم فعلا ولا ما تمش الانضمام ده. بس في الاول وفي الاخر الحمد لله ابو صلاح افدت يا ابني، التمضي للاهلي ده انت ما كنتش هتشوفها. تابعوا معانا الفيديو. باباندا تبا الباندا التبا باندا تبا الباندا التبا باندا. انا طلبت انت عقده مع محمد صلاح في اخر سنه كنت موجود فيها في الاهلي، وتم التعاقد معاه بالفعل، بس العقد النهائي ما اتمضاش لان نادي المقاولين كان ينزل درجه تانية. كنت سؤالي وزي كنت شايف ايه في محمد صلاح، يعني ايه اللي عجبك في محمد صلاح؟ حداشر سنة 19 سنة والباك رايد باسم عالي برضو، والمقاولين كان هينزل درجة تانية، وبعدين اتحاد الكرة رجع وقال محدش هينزل درجة تانية، وزادت فرق الدوري من 16 ل 18. ورئيس نادي المقاولين قال للكابتن حسن حمدي احنا هنكمل في الدرجة الأولى واللعيبة مش هنقدر نبيعها. وده حظ محمد صلاح لأنه لو كان جه الأهلي ما كانش هيطلع بسهولة لبرا مصر. أهلا بيكم بقى مع الدبة بند. أنا تعليق على الموضوع بتاع جوزيه ده، الحمد لله إن محمد صلاح نفد. آه والله العظيم أهلي إيه؟ إذا كان الراجل بيلعب دولي وبيلعب مع فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي وبطولة أوروبا والاتحاد مش رحمه، ده الاتحاد عايز ياكله دلوقتي. أمال لو كان بيلعب في الأهلي كان عمل إيه؟ قال يعني الأهلي كان هيخرجه. الحمد لله الحمد لله. ربنا يوفقك يا محمد صلاح وكلنا معاك والله، وإحنا عارفين اتحاد الكورة والبلد كلها ضدك، لكن بنتمنى لك التوفيق ونتمنى لك إنك تحقق أهدافك وتجيب أهداف كتير وأكتر مع ليفربول، وإن شاء الله يا رب توصل للي أنت عايزه. بندعمك وبندعمك يا صلاح، بندعمك يا صلاح وواقفين وراك كلنا. مالكش دعوه باتحاد الكوره ولا اي حد يدقك في البلد دي كلها، كفايه ان الجمهور بيحبك. ربنا يوفقك ان شاء الله باذن الله وتفرحنا. ما تنسوناش يا جماعه تدعموا القناه ان شاء الله باذن الله، لان احنا محتاجين فعلا دعمكم للقناه وسبسكرايب وتفعيل الجرس ولايك وشير. بشكركم على حسن متابعتكم ليا، واتمنى لكم مشاهدة طيبة دايما مع فيديوهاتنا على القناة. شكرا في حفظ الله، مع السلامة.